أخرج الترمذي في سننه عن عبد الله بن بسر رضي الله عنه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فأخبرني بشيء أتشبث به. فقال عليه الصلاة والسلام: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بجبل يقال له جمدان، فقال للصحابة رضي الله عنهم: سيروا، هذا جمدان سبق المفردون. قالوا: يا رسول الله، ومن المفردون؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. قال: هذا جمدان. ثم ماذا قال؟ قال: سيروا. قال: سيروا، إشعارا بأن السير والمسارعة والمسابقة ليست بالأقدام ولا بالركاب ولا بالدواب، لا، المسارعة والمسابقة إلى ذكر الله. قال: سيروا، هذا جمدان سبق. ولذلك قال سبق، لما قال سيروا قال سبق من؟ المفردون. وقال المفردون لما؟ لأنهم انفردوا عن غيرهم بكثرة الذكر، وأفردوا الله عز وجل بهذا الذكر، لأن التوحيد إفراد الله بالعبادة. سبق المفردون. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. المهاترة هو البلوغ في الشيء من حيث الكلام الساقط. ولذلك بعض الناس يقول لشخص: بلا مهاترة، بلا مهاترة. هذه في اللغة العربية، بدليل ما جاء في المسند وثبت، قال عليه الصلاة والسلام: المستبان شيطانان يتهاتران ويتكاذبان. يتهاتران من القول الساقط، لكن قال هنا: ليس كحال من يأتي بسقط الكلام، لا، قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات.